وحكايتنا التانية داخل المتحف المصري الكبير هي حكاية المسلة المعلقة. أيوة زي ما بقول لحضراتكم كده، المسلة المعلقة. طب هي ليه معلقة؟ ومين اللي علقها أصلاً؟ وإيه سر خرطوش الملك رمسيس الثاني اللي في قلب المسلة؟ كل دي تفاصيل هنعترف لحضراتكم بيها، بس خليكم معانا. من 3500 سنة أبدع المصري القديم في عمل مسلة تخلد أعمال الملك رمسيس الثاني، والنهاردة المصري الحديث أبدع في ترميمها وإعادة الحياة ليها وعرضها. تفاصيل هنعرفها من خلال اللقاء اللي بنجريه دلوقتي مع المهندسة منة هيكل. تحياتي باشمهندسة، وعايزين نعرف الأسرار اللي حوالين المسلة الجميلة اللي احنا واقفين عندها دي. طبعا المسلة تعتبر أول أثر هيبتدي يقابلنا أول ما ندخل المتحف المصري الكبير. احنا حاليا في ميدان المسلة. طبعا خلينا نقول ان التصميم المعماري بتاع المبنى كله بكل قطعه فيه كان واخد وحي كبير جدا من الحضاره المصريه القديمه. فانا الميدان المسله واخد ميل من بدايه دخول للمشروع لحد المدخل الرئيسي، واخد وحي من الدير البحري، فبيحسسني بالمكان الكبير وتمهيد لدخول لمكان عظيم. فدخول اول ما بدخل ميدان المسله بلاقي بشوف الواجهه الرئيسيه للمتحف الكبير، وبلاقي المسله بتاعه رمسيس الثاني. المميز في المسله دي طبعا بخلاف حجمها وارتفاعها انها لقينا فيها خرطوش للملك في الجزء السفلي لها، فعلشان نعرضه باحسن شكل فصلنا القعده. هي مفصوله اصلا، هي المسله بتكون من قطعتين، القعده والمسله. فلما جينا اكتشفناها لقينا ان في خرطوش بين القعده والمسله، فقررنا ان احنا نعرضها بشكل مختلف. في اول ما هندخل هنلاقي فاترينا بمشي عليها مجهزه ان انا الزوار يمشوا عليها، هشوف القعده الخاصه بالمسله، ولو بصيت فوق هلاقي المسله واقدر اشوف الخرطوش بتاع الملك رمسيس الثاني. كل المسلات فيها الجزئية دي ان يبقى فيه خرطوش ما بين المسلة والقاعدة، ولا المسلة دي مختلفة؟ المسلة دي لحد ما مميزة، لان ما سمعناش ان في الخرطوش تاني موجود في هذه المنطقة غير في المسلة دي، فعشان كده قررنا ان احنا نعرضها بالشكل ده علشان الزائر والدارسين وكل الناس تبتدي تقدر تشوف الأثر بأكمل وجه. طيب حجم المسلة ونقلها وترميمها، يعني تفاصيل كتيرة جدا لحد ما وصلت هنا واتحطت بالشكل ده، ليه تم اختيار المكان ده تحديدا وربط المكان ده بالواجهة؟ هو طبعا المتحف المصري الكبير كله يحتوي على آثار تقيلة جدا، يمكن أتقلهم هتبقى المسلة، مسلة رمسيس الثاني. فده كان بيتطلب دراسات إنشائية معقدة إن أنا إزاي أقدر أحافظ عليها، لأن إحنا دايماً بيبقى عندي مشكلتين. الأولانية إزاي أعرض الأثر بأحسن شكل لي إن الزائر يبتدي يستمتع بيه ويتفرج عليه بشكل كويس جداً، والتاني إن أنا إزاي أكون بحافظ على الأثر، لأن أنا في الأول وفي الآخر أنا بجهز ده إن هو يقعد مئات من السنين، إن كل الناس والزوار تقدر تتعامل معاه. فطبعاً مع وزن المسلة وارتفاعها كان لازم إن أنا أعمل لها تصميم إنشائي جبار يقدر يحافظ عليها ضد أي عوامل طبيعية زي الزلازل مثلاً، وإن هي تفضل مستقرة في مكانها أطول فترة ممكن. يعني فعلا معمول لها قاعدة يعني تصل ل30 طن، ومعمول خندق وتفاصيل. عايزين نعرف الحكايات اللي احنا مش يعني احنا شايفين المسلة من بره كده، لكن في حكايات في عمق المساحة اللي فيها المسلة الناس تعرفهاش. طبعا انا عشان القاعدة تعتبر صغيرة جدا، فاضطريت ان انا فعلا اعمل قطاعات حديد جبارة انها تقدر تشيل الوزن ده، ما داخله في الارض بارتفاعات برضو بعمق كبيرة، كل ده علشان ان انا ما يبقاش عندي في الاخر شكل إنشائي ضخم جدا يضايق. فلأ أنا بحاول إن أنا أشوف حلول تانية، إن أنا أكبر قطاعات، أدخل في الأرض بأعماق أكتر، إن أنا إزاي أقدر أحقق ده من غير ما الشكل في الآخر يبقى برضو شكل جمالي مميز. وطبعا في الآخر حاولنا إن احنا نعملها بشكل مميز، كان في تجليدة رخام عليها اسم مصر بكل لغات العالم الحية والميتة، فبالتالي إن أنا هقدر أبص ألاقي اسم مصر مكتوب بلغات كتير، وبعد كده فوقين مسلة وأنا ماشي على القاعدة فوق الفاترين، فطبعا هتبقى تجربة مميزة جدا. واجهة المتحف بالضخامة اللي احنا بنشوفها وبتيمة التيمة الهرمية او تيمة الهرم اللي متكررة في سور المتحف ومنشآت المتحف المختلفة، ازاي استقرينا على التيمة الجميلة دي وايه سر الضخامة دي في المبنى؟ طبعا انا عندي اثر مهم جدا في المنطقة اللي انا فيها كان بيحكمني الى حد كبير، وهو الهرم.
فأنا من أول تصميم المتحف سواء التصميم المعماري لحد التفاصيل جوه كانت واخدة من الثيمات بتاعة الهرم أو حتى من الأضلع بتاعته. يعني أنا المشروع عندي بيحكمه خطين، واحد واصل للهرم الأكبر والتاني واصل للهرم الأصغر، ارتفاعه بيحكمه الارتفاع بتاع الهرم الأوسط. فكان بالتالي طبعا وأنا حتى بعمل التفاصيل المعمارية جوه أن أنا شكل المثلث، الخطوط الهندسية، كل ده كانت طبقت عندي سواء في الواجهة أو جوه في الواجهات الداخلية كمان. بشكرك شكرا جزيلا مهندسة منى هيكل على المعلومات الجميلة دي. ودي كانت حكاية مسلة المسلة اللي في واجهة المتحف المصري الكبير والأسرار اللي حوالين المسلة، ولسه مكملين معاكم داخل المتحف المصري الكبير في حكايات تانية في أركان تانية داخل المتحف.